دلوقتي هتعرف ازاي اختبر حساس الدوران وحساس الكراتش. اول حاجه هدخل على وضع تيست مود، هضغط على زرار رينز مع اون، اسمع صوت الانذار. بعد كده اعمل ستاند باي للتيست مود، اضغط على ستارت. ادخل على ووش، والوش ديت زي ما احنا عارفين هي بتفتح لي صمام الصرف وتشد دراع الكراتش، اضغط عليه. المفروض اللمضتين اللي فوق الدوران السريع والشطف هما اللي ايده بس، ده معناه ان عندي الكراتش ما فيهوش اي مشاكل. كده طفت مره ثانيه. بعد كده اضغط على كورس الثلاثه، المفروض ثلاث لمضات ايده، ده معناه ان برضو الكراتش بتاعي سليم. زي ما احنا شايفين الثلاثه قادوا.